السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد. بيان الخارجية السعودية أمس بخصوص حقن الدرة الموجه لإيران هي رسالة سعودية خطيرة جدا، ليها غرض قوي جدا سعودي. ومن هنا بنطرح أسئلة كتيرة عشان خاطر تعرف الأسئلة دي والمغزى منها والإجابة عنها وحقيقة الرسالة السعودية الخطيرة من البيان أمس. بيان الخارجية يعتبر هام جدا وخطير. بيان هو رسالة موجهة لإيران، خاصة مع تكرار التحرش الإيراني بالكويت وبخصوص حقل الدرة. ولكن كان في رد سعودي حازم جدا وحاسم في هذا البيان. الأمر ده مرتبط بتأجيل فتح السفارة السعودية بطهران؟ طيب، الأمر ده تأجيل فتح السفارة السعودية بطهران مرتبط بحقل الدرة؟ ده صحيح. الأمر ده أزعج إيران؟ صحيح أم خطأ؟ هنعرف من سياق الحلقة. عشان كده عايزك عزيزي المشاهد تتابعنا لآخر دقيقة، لكن مع متابعة بنتظر تعليقك المميز، بصمتك الجميلة، وأيضا اشتراكك في القناة والانتساب اللي ممكن يناسبك. بيان السعودي من الخارجية أمس كان بيان قوي جدا وليه مغزى هام جدا. البيان السعودي من الخارجية أن المملكة العربية السعودية والكويت هي طرف واحد. يعني إيه طرف واحد؟ يعني هما كيان واحد أو دولة واحدة في التفاوض عن حقل الدرة أو أمام المشاكل اللي بتواجه كل من السعودية والكويت أمام العدو المشترك النظام الملالي، قولا واحدا. في إطار التفاوض عن حقل الدرة وإيران طرف آخر، البيان السعودي بيتكلم عن كده، بيقول إحنا كمملكة عربية السعودية والكويت طرف واحد في التفاوض. في التفاوض إيه؟ في التفاوض عن حقل الدرة. طب وإيران إيه؟ إيران دي طرف آخر وفقا للقانون الدولي، وأن السعودية والكويت يؤكدان على الملكية السعودية الكويتية المشتركة للثروات في حقل الدرة بينهما، وإيران عليها التفاوض فقط حول الحد الشرقي اللي هو من ناحية إيران في المنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد وإيران كطرف آخر. ده البيان باختصار شديد. البيان فيه حوالي 5 أسطر تقريبا. لكن إيه هو الغرض السعودي من البيان؟ بعد تصريح وزير النفط الإيراني في الندوة اللي كانت من 3 أيام تقريبا، واللي أنا وضحتها في حلقة قبل 48 ساعة، البيان السعودي هو يعتبر رسالة ورد على التصريحات الإيرانية المتكررة، وخاصة من وزير النفط الإيراني. وزير النفط الإيراني بيقول إنه يا إما نتفاوض يا إما إيران هتبتدي إن هي تنقب عن النفط. ده ردا على تصريح وزير النفط الكويتي سعد البراك. فكان البيان من نائب رئيس مجلس وزراء الكويتي وزير النفط سعد البراك رد عليه أوجي اللي هو وزير النفط الإيراني. لكن البيان السعودي كان قوي جدا لأنه الرسائل الخاصة اللي بترسلها السعودية يعني عبر القنوات المشتركة السياسية الدبلوماسية، ساعات إيران ما بتفهمهاش إلا غير لما بتكون بيان رسمي. فلازم يكون في بيان رسمي عشان خاطر إن السعودية تريد أن تصل رسالتها بوضوح أمام إيران وأدام يعني مسمع ومرأة المجتمع الدولي. كان الغرض السعودي إيه من البيان اللي هو صدر أمس من الخارجية السعودية؟ بيان السعودي هو رسالة خطيرة جدا سعودية تجاه إيران لقطع الطريق على إيران لمحاولتها للانفراد بالتفاوض مع الكويت وحدها. يعني يعني السعودية شايفة إنه إيران بتحاول توجه كلامها كله للكويت وإن هي عايزة تنفرد بالكويت سواء بالتفاوض أو غير التفاوض. يعني تقول لك ان انا دلوقتي والله انا هروح يعني هنصب الـ المهندسين بتوعي والماكينات وان انا هبتدي ان انا هنتج وان انا هبتدي اسحب النفط. ليه؟ لان انا كلامي مع الكويت كأن السعودية مش موجودة. ليه؟ لان هو شايف ان السعودية رسم حدوده لكن مشكلته مع الكويت. فهو عايز السعودية عايزة يكون في بيان توضح فيه إننا والكويت دولة واحدة طرف واحد أمام مين؟ أمام
ايران، ايران طرف تاني عايز تيجي تتفاوض وتحدد له، يعني السعوديه حددت له في البيان عايز تيجي تتفاوض، هتتفاوض حول الحد الشرقي في المنطقه المغموره المقسومه، يعني انت بقى يطلع ليك نصيب فيها ما يطلعش نصيب، انت بقى ونصيبك انت ونيتك، وطالما نيتك سودة هيبقى عملك اسود ومش هتلاقي اي حاجه. فبالتالي ان السعوديه البيان ده المقصد منه هو رسالة سعودية موجهة للنظام الإيراني بقطع الطريق عليها للمحاولات الإيرانية المتكررة للانفراد بالتفاوض مع الكويت. أكتر من مرة إيران تحاول أن هي تضغط على الكويت سواء بكافة الطرق، تصريحات عدائية أو تصريحات أو أي بيان من أي وزير، وفي الآخر طبعا طريقتهم كلها عداء. البيان السعودي الكويتي المشترك بيؤكد على شيء مهم جدا، وهو أن حقل الدرة هو ملك سعودي كويتي فقط، ده من ضمن البيان السعودي. يعني البيان السعودي برضه بيؤكد على أمور مهمة جدا، أنه حقل الدرة هو يعني حقل ملك سعودي كويتي فقط وليس لإيران أي شيء فيه. وأيضا البيان ده بيؤكد شيء مهم جدا، يؤكد البيان أن الموقف الحالي والأزمة إن النظام الإيراني سلوكه مش هيتغير. يعني طوال حوالي 20 يوم من بداية الأزمة الإيرانية اللي إيران صدرتها على حقل الدرة، وده طبعا للمرة الثالثة والرابعة في خلال سنتين تقريبا، لكن المرة دي الزخم كبير قوي. ليه؟ لأنه مرتبط بأكتر من حاجة، مرتبط ب عودة الجزر أو التحدث لإحياء مشكلة احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث. في نفس الوقت حقل الدرة إيران ابتدت إن هي تشغل بيه السعودية والكويت. ليه؟ لأن إن إيران عندها مشاكل في موضوع الحوثيين واليمن والعراق وسوريا، فعايز إن أنا دلوقتي أشغل السعودية في الموضوع ده، وان لو في كلام في نقاط تانية في البند السري ليه او البنود السريه لاعاده العلاقات مع السعوديه، فبالتالي ان احنا هيتم تجميد الموقف. السعوديه كان اجراءها ذكي جدا ان هي استبقت الامر ده قبل بيان الخارجيه السعوديه امس متاخر. كان في تصريح سعودي اول امس واتكلمت فيه في حلقه خاصه ان السعوديه اللي هو اول امس ان السعوديه اجلت فتح السفارة بتاعتها لوقت تراه مناسب، يعني متى ترى السعودية الوقت مناسب هتبتدي تفتح السفارة بتاعتها في طهران، لكن دلوقتي لا. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الوقت مش مناسب. طب الوقت مش مناسب ليه السعودية تفتح السفارة بتاعتها طبقا للاتفاق؟ لانه ايران ما مشيتش على الصراط المستقيم اللي تم وضع الاتفاق عليه، يعني مش مشيت على سطر وسابت سطرين، لا هي ما مشيتش على اي سطر ونطت 10 سطور. فبالتالي انه المواقف الايرانيه وخلق الازمات الايرانيه تؤكد ان النظام الايراني لن يغير سلوكه. بناء عليه السعوديه اجلت فتح السفاره بتاعتها. يبقى هنا الامر ده بيأكد السؤال اللي انا طرحته في الاول، إنه تأجيل فتح السفارة السعودية مرتبط بتصرفات طهران، ده أمر حقيقي، ومرتبط بحقل الدرة. طبعا هي من ضمن تصرفات إيران حقل الدرة، من ضمن تصرفات إيران تجميد الموقف في اليمن، من ضمن تصرفات إيران تحشيد الحشد الشعبي وميليشيات إيران وإعادة تدويرها كمخلفات في سوريا، عدم سحب الميليشيات بتاعتها من سوريا، تجميد الموقف في سوريا. يبقى الكلام ده معناه ان ايران كل تصرفاته كلها لم تلتزم بشيء ايران. فكان في رد سعودي، الرد السعودي جه من امرين اتنين، تأجيل فتح يعني تأجيل اعادة فتح السفارة السعودية في طهران، والامر الثاني البيان المشترك اللي هو انا بالنسبه لي البيان ده يعتبر شديد اللهجه. ليه؟ لان ايران عمرها ما هتذهب للتفاوض لا في الحد الشرقي ولا في اي حد تاني، يعني المنطقه المغموره المقسومه دي ايران مش هتذهب ليه لانها ما تلزمهاش.
ايران بتقول لك انا من غير ما ادخل في تفاوض ولا ترسيم حدود انا مش هخش في الكلام ده، انا عايز اقرار منك ان انا ليا حق في الحقل ده و40%. كأن ايران هي اللي بتحدد، يعني كأن ايران هي القانون الدولي، يعني كأن ايران هي القانون الدولي. عايز اقول لكم ان بقيه البيان السعودي من خارجية السعوديه انه السعوديه بتقول انه طبقا لمبدأ حسن الجوار وللقانون الدولي. طبعا البيان السعودي من الخارجية هو ملتزم حرفيا بكل البيانات المحترمة من الخارجية في المشاكل اللي هي الحدودية أو المشاكل اللي بتكون على نقاط خلاف، سواء في أبار نفط أو مشاكل حدودية، فبيبقى الصيغة بالصيغة دي. لكن إيران ما عندهاش الصيغة دي، إيران ما عندهاش كلمة القانون الدولي، لأن مش دولة بمعنى دولة إن هي بتحترم القانون، هي بتعيش في يعني وضع خاص أمريكا وضعتها فيه، بريطانيا وضعت إيران في الوضع الخاص ده، وفرنسا برضو وضعت إيران في الوضع ده، اللي هي عايشة خارج إطار القانون الدولي أو خارج إطار القانون عامة، فهي عايشة على المخالفات وبتقدر تلتف عليها. في ظل العقوبات اللي عليها إيران، إيران دولة ملتوية أو كيان ملتوي، فبالتالي إن هو ما بيلتزمش لا بإجراءات ولا بقانون، الكلام ده ما يلزموش في شيء. هي الدستور بتاعها بينص على العربدة، فهي شغالة في العربدة، لكن إن هي كدولة كقانون يعني كدولة محترمة لا. يعني عشان تعرف إن إيران دي دولة، إن هي كل ساعة بقرار. يعني امبارح كنا بنتكلم الأربعاء على المناورة المفاجئة العسكرية للحرس الثوري وعمليات إنزال واحتلال أو تطهير للجزر الثلاثة المحتلة الإماراتية. وفي نفس الوقت اليوم يتم توجيه دعوة رسمية من الحكومة الإيرانية، من مندوب إيراني وصل اليوم والتقى بمسؤول إماراتي كبير جدا، ووجه دعوة للشيخ محمد بن زايد انه يزور طهران في زياره رسميه. احنا بنتعامل مع مين؟ احنا لو بنتعامل مع معاتيه او يعني ناس يعني خارجين من المصحه العقليه ما يبقاش كده. امبارح انت بتعمل مناوره مفاجاه، مرتبها بقى مع امريكا، مرتبها مع نفسك، انتوا عندكم مشاكل داخليه، منقسمين، اصلاحيين، محافظين، انتوا داخل يعني كلكم في بعض، يعني مش متوافقين كدولة، لكن مش ذنب الدول التانية ان انتوا كل يوم بكلام. يعني هي دي ايران، دي حقيقة ايران، عشان بس نبقى واضحين. لكن انا بيعجبني شيء مهم جدا، بيعجبني في دولة الامارات العربية المتحدة الصبر والهدوء على الاذى والشر، وبيعجبني في المملكة العربية السعودية القيادة الحاسمة والحازمة، ما بتنتظرش. السعودية ما بتنتظرش، تبعت رسائل عبر القنوات الدبلوماسية، انت ما فهمتهاش كويس، يطلع تاني يوم بيان من الخارجية واضح جدا ورسالة قوية وخطيرة. المشهد الواضح دلوقتي ان الرد السعودي الكويتي واضح وضوح الشمس في الرد من الخارجية السعودية. وطبعا لأنه تغيير سلوك إيران تغيير سلوك مشين، يعني وإن بيوضح البيان السعودي إن إيران ملكمش أي شيء في حقل الدر، وهيتم الإنتاج قريبا. يعني السعودية ولما إحنا دلوقتي أنت عايز تتفاوض في الحد الشرقي في المياه المغمورة المخصومة، وفي نفس الوقت أنا بالنسبة لي هشتغل، هتيجي تتفاوض ماشي، مش هتيجي أنا هشتغل، هنتج وهشتغل، ما عنديش مشكلة خالص. ملخص الحكاية كلها انه البيان السعودي الكويتي او البيان السعودي اللي صدر امس من الخارجية بيؤكد على شيء مهم جدا ما بين الشعب السعودي والكويتي، ان المصير مشترك، يعني مصير السعودية ومصير الكويت مصير مشترك، وده شيء مهم جدا للشعب، لكل من الشعب السعودي الشعب الكويتي، وان الـ 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 القيادة الحكيمة في البلدين بتؤكد عبر البيانات انه المصير مشترك والعدو واحد.
وفي نفس الوقت الرد السعودي جاء بعد البيان من وزير النفط الإيراني. أيا كان رد إيران، طبعا إيران ما عندهاش لغة التفاوض. يعني إيه؟ يعني إحنا لو أنت جيت دلوقتي أنا سألتك سؤال المشاهد، هل أنت منتظر أن إيران هتذهب للتفاوض في الحد الشرقي؟ طبعا لا. طب إيران هترد رد دبلوماسي وتقول أن أنا خلاص أن أنا طب ممكن نتفاوض؟ لا، مش تعمل كده. إيران مش هتستخدم غير سياسة واحدة بس في الأيام القادمة، هتحاول أنها تصعد شوية، بس تصعد على حسب قدرتها للتحمل. يعني إيه؟ يعني هي عارفة أن السعودية، إيران على فكرة كعصابة بتحكم هناك أذكياء جدا. يعني دايما لما بيبقى فيه عصابة بيبقى أذكياء، دايما بيبقى الحرامي ذكي. فبالتالي إيران فاهمة كويس جدا أن السعودية إدارة حاسمة في قراراتها وردها سريع، وبتحافظ كويس جدا السعودية على الهبة بتاعتها. هبة السعودية من قراراتها، عشان كده المواطن السعودي بيبقى مطمن. فالإدارة الإيرانية أو العصابة الإيرانية، بلاش نقول كلمة إدارة، العصابة الإيرانية فاهمة كويس جدا، لكن طبقا للأيديولوجية الإيرانية إن هي لا، مش هتروح في السكة بتاعت الدبلوماسية، ومش هتذهب في السكة اللي السعودية بترسمها لها، إن أنت هتروح للقانون الدولي وحسن الجوار. إيران ملهاش في إيران، ما عندهاش دي السعودية بتتكلم في حاجة اسمها مبادئ، لكن إيران ما عندهاش مبادئ. إيران إحنا مقررين بأن تصرفاتها، هو إيران بتغير السلوك بتاعها. هي إيران مش بتغير السلوك، هي إيران ماشية على نفس السلوك العدواني، لكن هي كانت هادية شوية مارس وإبريل ومايو لغاية منتصف يونيو الماضي، بعد كده انقلبت. ليه؟ لأن هي لازم ترجع لعادتها، لأن هي ريمة، فلازم ريمة ترجع لعادتها القديمة اللي هي إيه؟ لازم إيران تمشي على حل شعرها. ما تنفعش إيران تمشي كويس، لا، لازم إيران تمشي على حل شعرها. فعشان تمشي على حل شعرها لازم إنها تبتدي تشتغل، بس تشتغل على قدها. ليه؟ لأن هي عارفة السعودية ردودها هتكون ردود حاسمة جدا. فإيران مهما هي هتصعد، بس مش هتصعد التصعيد اللي هو إنها تقدر تعمل حاجة، لكن ممكن إيران تبتدي إن هي تصعد بإن هي تخلي الميليشيات بتاعتها في المنطقة تحتك بالسعودية عبر تصريحات احتكاك. يعني تخلي أدواتها في المنطقة إنها تحتك بالسعودية بتصريحات بس، لكن أفعال لا. يعني الحوثيين إن هم يتحركوا يعملوا حاجة لا، زي ما حصل تصريح من وزير الدفاع لشيعة الشوارع أمس بتهديد الملاحة في البحر الأحمر وأي سفن وأي هضربه. ده كان برضو يعني كلام برضو خطير، لكن في إطار التصريحات، الحرب التصريحات دي. برضو إيران بترسل رسالة عبر مين؟ عبر اللي هو وزير الدفاع اليمني اسمه العطيفي أعتقد، مش اليمني، وزير الدفاع الحوثي شاعة الشوارع العطيفي، اللي هو صرح تصريحات لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وأيضا السفن. يعني ممكن يقصف إنه أنا عندنا صواريخ عفوا. واتكلم ببجاحة وزير الدفاع الحوثي وقال ان احنا الفترة، قال كده بالحرف الواحد، قال الفترة اللي احنا ما كانش فيها اللي هي فيها السلام والهدوء دي اكتسبتنا قوات كتيرة جدا، وان احنا قدرنا ان احنا نحشد قوات ونحشد آلات عسكرية وان احنا نطور. طبعا مفيش لتطوير ولا حاجة، هما بيجيبوا الاسلحة كلها بتتهرب من النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. فالامر بالنسبة لهم إيران ممكن تصعد عبر الأدوات والأساليب اللي اتكلمت عنها. ممكن إيران تصعد يعني باستخدام أدواتها في المنطقة، لكن لا أعتقد أن الحرس الثوري وإيران ممكن تصعد من مسؤوليها تجاه الكويت أو السعودية، نظرا لحسم السعودية ردود فعلها القوية، خوف من رد السعودية ل استخدام المعارضة طبقا للمفهوم الإيراني في تأجيج الشارع الإيراني في الداخل بداية من أغسطس وسبتمبر القادم. إيران تقف على أطراف أصابعها خوفا وترتعد من ممكن يحصل احتجاجات أعنف من اللي مرت. والتصريحات اللي خرجت من إيران في خلال الساعات الماضية إن هم خايفين جدا من إعادة تأجيج الاحتجاجات مرة أخرى، لأن هم غير قادرين على مواجهتها. المرة اللي فاتت عدوا منها بأعجوبة، المرة دي هيبقى أمر صعب جدا، مش هيمروا منه.
فالسعودية اتخذت من الإجراءات السياسية الدبلوماسية العنيفة جدا، أوصلت لأكثر من رسالة لإيران بتأجيل فتح السفارة السعودية. ده على فكرة أغضب إيران من الداخل جدا يعني بتأجيل فتح السفارة. أيضا في أمور تانية أخرى السعودية ابتدت تصعد فيها مع إيران، ووصلت الرسائل دي لإيران كويس جدا، وإيران من الداخل في صراع ما بين اللي هم كانوا موافقين وعايزين الهدوء يحصل، وما بين اللي هم متشددين الإصلاحيين وغيرهم اللي هم متشددين وهم مش ما يهمهمش حاجة، إنهم عايزين يضربوا كرسي في الكلوب وخلاص. طبعا ليه؟ لأن المتشددين هنا دول قمة الغباء، هم واخدين متوارثين الغباء ده من زمان يعني، فهم مستمرين عليه. ليه؟ لأن هم بينعموا تحت ظل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل اللي هم سمحوا لهم بالعربدة في المنطقة، اللي هم ادولهم الوكالة في الموضوع ده. هنشوف عربدة إيران ومحاولة تصعيدها على حسب حجمها قد إيه، وهنشوف الرسائل السعودية هتقف عند هنا ولا هيكون في ضربات سعودية أخرى لتقليم أظافر إيران. عجب المحتوى عزيزي المشاهد، مرة تانية اشترك في القناة، انتسب أو إن أنت تعليقك المميز وبصمتك الجميلة. دمتم في أمان الله، حفظ الله الجميع.